ولسه واصل جمبري ازاز وعتيبي حجم اللي قلبك يحبه، بمعنى بالمتر. ده عتيبي بسم الله ما شاء الله، وده ازاز. والكلام ده عايزينه وعايزين تعرفوا عند مين؟ عند الحاج احمد ميزار. إيه لسه حاضرينها ولسه جايه دلوقتي حالا. لسه واصله، ويمكن لسه واحد كان مكلمني بالتليفون، رزق واحد حبيبك قوي بقول لك عليه بيني وبينك، رزق. تمام، هو رزق ده جمبري. ده تقريبا 14 او 15 في احنا كنا بنتكلم في 18. ده هو دلوقتي، لا بسم الله ما شاء الله، بعت له الصوره عامه. بص يا جماعه، رزق، رزق ربنا، وكل واحد ورزقه، وكل واحد ونيته. الف هنا اللي مع احمد الفاشل اللي اهو. طيب هاتولي صلاة النبي. ده طلع سوبر يا حاج باشمهندس حبيبي. صلاة النبي، انا لسه اهو بسجل فيديو. لا شويه جمبري بالصلاة على النبي هجيب لك منه شويه حلوين. بسم الله ما شاء الله. باشمهندس بيصور، بقول له في واحد حبيبك رزق، خد سلم عليه اهو حبيبي وروح قلبي رزقك. وصل، انا بصور وانا بكلمك بصور فيديو لشويه جمبري ما حصلوش، اذا كان ازاز ولا عتيبي. بألف هنا وصحة على اللي ياكل. حبيبي يا باشمهندس، طبعا هاخد لك العفرين فيهم كلهم. دلوقتي هو بيبدأ يفرز يا جماعة. الكبير يعني هيبقى 7 8 مش فين الروح؟ انا نادي هيبقى 5. طبعا الجمبري ده يا جماعة ليه طبقة أكيلة، واحلى حاجه فيها ما شاء الله اذا كان شوي ولا بتر فلاي ولا شوربه. واحلى حاجه ان ما تلاقوش الهام دي بعد كده. ده لسه ما دخلش ميه، يعني يا جماعه الجمبريه زي دي لسه جايه من البحر ما دخلتش ميه. دخلتش ميه يعني بخيرها بالكواليتي بتاعها كامل، وفي نفس الوقت ميزانها حلال. صح يا ابو احمد؟ ايوه طبعا، مش شاربه ميه يا حاج. طبعا بنفرز الحجم اللي هو السوبر، وبعدين نشوف ربنا هيبعت ايه من الرزق. ولسه واصل جمبري ازاز وعتيبي حجم اللي قلبك يحبه، بمعنى بالمتر. ده عتيبي بسم الله ما شاء الله، وده ازاز. والكلام ده عايزينه وعايزين تعرفوا عند مين؟ عند الحاج احمد ميزار.